دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة، يعقوب مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ثم مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء. النهاردة هيعقد مهرجان المسرح المصري مؤتمر صحفي لدورته 17 في تمام الساعة 7 مساء بدار الأوبرا المصرية بمركز الهناجر للفنون بحضور رئيس المهرجان وعدد من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية للمهرجان. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة مهمة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة بتجمع منتخب مصر الأولمبي مع منتخب جمهورية الدومينيكان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في الدورة الأولمبية أولمبياد باريس 2024. بيسبقها لقاء إسبانيا مع أوزبكستان في تمام الساعة 4 عصراً في نفس المجموعة.